اهلا بحضراتكم مره تانيه بعد الفصل. طبعا حلقه النهارده هنركز فيها على الانتخابات الرئاسيه، المفروض ان هي تبتدي غدا. هنروح دلوقتي فقره الكاريكاتير ونرجع نكمل حلقه النهارده. هنبدا من اليوم السابع برضو كاريكاتير بريشة الفنان محمد عبد اللطيف عن النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسيه. زي ما انتم شايفين حضراتكم الكاريكاتير بيتكلم عن الانتخابات الرئاسيه 2018 وقد ايه في هناك طبعا كلام عن ضروره تشجيع المصريين للنزول والمشاركه والقضاء طبعا على العناصر الارهابيه اللي بتدعو او بتحاول افساد طبعا الانتخابات او العمليه الانتخابيه غدا. نفس الموضوع كاريكاتير من روزا اليوسف بريشة الفنان أحمد دياب. ومن الأخبار وكاريكاتير بريشة الفنان عمرو فهمي.